زينب زينب قوم افتح الباب اللي اتعلمه. قوم انت افتح حسين، انا تعبانه. لا معلش قوم افتح انت. والنبي قوم افتح انت. انا معلش. هو مفيش حد في البيت ده بيرحم، كله على دماغ حسين. حسين انا مش عارفه مين اللي ما بيرحمش في البيت ده. ما انا غسلت قوم غسيل امبارح وحالي مهدود. يعني انا اللي بلعب؟ ما هو انا الاخر واقف على رجلي 10 ساعات ساعه. مبسوط؟ انا افتح البيت. ايه طيب. اتحفي ليه؟ خش البس بشبك وانت عامل زي القرجوز. السلامة يا سبابة، انت فين بطلونة؟ امشي يا ولد يا قليل الأدب. اتفضل امشي. امشي قليل الأدب. يا اخواتي مالك مسروعة كده ليه؟ تعالي بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحلام يا بنت قومي حضري اللبن لأختك. بس يا أختي بس. تنام. الموسيقى احسن علاج للنوم. يا شيخة ليك. النهارده بترجعي متاخره زي امبارح. وهتعمل ايه يعني؟ هقطع رقبتي. لا فالح،
هتسكت ولا اقول لبابا؟ هتقولي له على ايه؟ السجاير طولة. انت كدابه. انا مش كدابه، انت بتشرب سجاير. والله العالي يا سيسام مش ناقص الا السجاير. دي كانت سجاير حلاوه يا بابا، اشتريتها من مراد. كداب يا بابا، ما تصدقوش. هو انا قادر كان فيكم عيش لما حكى فيكم سجاير. والله العظيم لو اسمع تاني مره انك سيبت سجاره واحده، لا انا هقطم رقبتك دي حتتين. مش كفايه انك سقطت في الامتحان يا فالح؟ مش سجاره من وشي يا بابا دي جد. ولا كلمه. فو قليل الادب. انت السبب في النكد. والله طريق. بص بص يا ما صمت الرقبة تقولها بس. أنا خالصة من الصغيرين ما هيطلعوا لي الكبار. يا عيني على الصوت. نادوك يا رب كانت حرشة بس يا حسين. بس يا سيدي في إيه؟ مقصوم الرقبة ده. يلا يا ولد روح خد قرش من تحت المخدة. أوعى تزود قرش واحد بس. والله ما حد هيتفق مالهم غيرك. أنا؟ ألف مرة قلت لك يا حسين لازم نمسك إيدنا في المصاريف. عندك بنات هيكلفوا تقلهم فلوس. يا ستي ربنا هو اللي بيرزق. الله ما انا عارفه لو واحده اتخطبت فيهم هعمل ايه. يبقى ساعتها حلها الحلال. اه انت كده ما يعجبكش كلامي. قال على راي المثل. عارفه عارفه. قال لو جابوا للمجنون الف عقل على عقله ما يعجبوش غير عقله. مش كده؟ الله ما حد هيجنني. بس ايه يا بطل الرقبه تروح؟ عايزه ايه؟ مش ايه؟ فين نضارتك؟ خدي بسكي. بنت لصعري؟ انت لسه ما صفت الرقبه ما صفتيش من بيضه. يا لبيلة يا احلام. نعم يا بابا. طب انا سرعي ما صفت الرقبه دي وخلصوني من المرسال ده. اكتر من فهمت كمان اللي انت عايزاها دي زي العجلة كده. هو مش عارف الصراحه شعر فوتي قدامي. يلا تعالي هنا يا حسين. تعالي حاجة كمان. احلام نبت صراحي سوسن شعرها. كفايه سبسبه في شعرك انت وسرحي لاختك. ده مش شغلي انا، ده شغلك انت يا دام قعدتي في البيت. بكره تقعدي انت كمان. انا اقعد في البيت؟ ده بعدك. انا هدخل الجامعه. يا احلام ايه الفطار؟ عاجبك كده؟ يعني اسيب بابا من غير فطار واسرح لسوسن؟ اه. طب سرحي لها انت. تعالي فوتي قدامي. تعالي هصرح لك شعرك وامر الله. يا ماما 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 اللي تعطل العمر دي. اما يتاجر على العيال ويبقى لهم حلاوه زي الزفت هيلعب في نفسهم يا ماما. وانت مالك يا فالح خير منه؟ هيحييهم. ده بقى عنده 80 قرش من التجاره. هتعمل ايه ب 80 قرش؟ حد فيهم قدامي كمان جاب ماما. ايوه عشان توجع دماغ. ده هات الفلوس دي. هات الفلوس. هات الفلوس يا مقصف الرب. فلوس يا ماما. فلوس يا ماما. قولي ماما. فلوس يا ماما. فلوس يا ماما. مش قوي كل القرش عشان تجيب كل يوم من ده. انت عملت ايه؟ انت مالك يا مهيش؟ كل حاجه خربانه في البيت ده حتى الراديو. بس يا ولد يا سامي. سامي ايه يا بابا؟ يا بنت سمعت راديو الجرام بيذيع اخبار علاقات الموظفين ومش عارف مش عارف اشغل الراديو. اكيد شغلته بقى. طلعت مخدات ونزع السلاح. روح جاتك قرش لما يقرصك قليل الادب. ويقول المراقبون ان المباحثات قد فشلت. يا ست ايه؟ واليكم في مآلي ملخصا لها فيها علاوة التي وديعت في هذه المرحلة. خلينا نسمع اخبار الاتحاد السوفيتي للانباء. ان بابا بيسمع اخبار علاوات الموظفين الجديدة. يعني فيها فستان جديد. ايه ده فيه؟ بابا جات له علاوة كده. والله ما حدث الا عن بدري. صاحبة معاريف المسائية صدر قانون ربط الميزانية الجديدة وسيبدا من اول الشهر القادم صرف علاوات الموظفين. ايوه كده يسلم بقك. الله يبارك فيك. زدنا يا ستي. انا اقول لك زدنا 3 جنيه و48 قرش و8 مليم. وانا عايز بدله وجزمه لميه وجافط. وبابا عاوزه بسكليته كمان. ده تتبينه. ده تتبينه. حاضر 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 حاضر. يلا 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 يلا. الله يبارك فيك يا زينه. الله. وانت يا مراد ما طلبتش حاجه يعني؟ انا مش عايز منكم حاجه. انا عايز فلوس. ما تدوله فلوسه. وانا كنت خدتهم منه. انا شايلهم له عشان ما يفرتكهمش. لا انا ما بقولش بالكلام ده. اخدتهم مني قبل كده مرتين وطار. يا اخويا طارت رقبتك. ايه هما كام يعني؟ 80 قرش. انا فاكرهم 80 جنيه يا شيخ. حدهم لك. مالك صوصه؟ الله. خبر اسود. ولا فين فطاري؟ حسين. يا نعم. ما نسيتش حد وانت بتوزع العلاوه؟ نسيت حد؟
ايوه صحيح، هاله هجيب لها دستتين حلمات جديده. طب وام هاله؟ الله، وانا كل لام هاله ده كلام؟ لو جيت على بالك حتى كنت فكرت تشتري لي بشره. هو انا اقدر انسى رجلين ام هاله؟ ادي انت نسيت. هو ده معقول؟ انت بتعمل ايه؟ كنت بحط الماما اطرف عليها. ولا ده اللي جابك هنا؟ لا لا كل باب ما سويليش ولا جيده. اطلع شوف واحده في قشه الفراخ. ما لقيتش. استنى الفرخه لما تبيض. يلا نجر من هنا. امشي امشي جر من هنا. ضربة سيد. شو سيد؟ سيد والله ما انا عاكلك اللي حطيت لك اطرف عينيك. احنا كبرنا على الحاجات دي يا حسين. كبرنا فشل، عمرنا ما هنكبر على الحاجات دي. يا حسين اختشي. لا يا حسين لا لا الله نطلعها بقى يا حسين. بابا في حاجة يا أحلام؟ نسيت منديلك. أيوه صحيح. لا المسألة مش مسألة منديل، لازم في حاجة ورا المنديل. أيوه يا بابا. الليلة خطوبة صاحبتي فايزة وجت عزمتني، ممكن أروح؟ ممكن. متشكرة متشكرة أوي يا بابا. وكم الغسيل اللي جوه ده مين اللي يكويه؟ يا ستي ما تزعليش، أبقى أكويها أنا. وتروح وترجع لوحديها بالليل؟ يا زينب ما تعقديش الموضوع، يروح معاها اخوها سامي. الله يخليك يا بابا، ربنا يخليك. عارفه يا احلام نهار ما هتتجوزي والله لا انا مجهز الجهاز، ما تجهزتوش على وصلها قبلك ولا بعدك. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ عمال تفتح عينين البنت وهي لسه صغيره. امشي روح شوف اختك احسن تكون صحيت في الاوضه. ما هي لسه نايم. بتضحك علي ايه؟ بضحك عليكي، اصلك شايله الهم، عارفه نهار ما تتجوز احلام هيقولوا عليكي عجزتي. فشل. على اذنك بقى يا ام العروسه عشان انا اتاخرت على شغل. مع السلامه. أحلام. اتفضل. عقبال عندكم. مبروك يا فايزة، عقبال البكاري. لا لسه بدري. اطلعي من دول يلا. أهلا وسهلا. ربنا يتمم بخير. مبروك يا حبيبتي. ميرسي. أهلا بعروستنا. أهلا وسهلا. أمال فين شفيق؟ شفيق؟ وريني كفك وريني. شوفي بقى يا ست انت هتحبي 10. ما دام في زيطه هناك يبقى هو اللي عاملها. دي احلام وصلت عن اذنكم. ربنا يتمم بخير قبل ما نفرح بيك يا امو. اهلا 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 واحدة عشان نفرح بيك. تفرح بيا؟ أعوذ بالله، فضل الله ولا فالك يا شيخ. ليه أنت مش ناوي تتجوز؟ أتجوز ليه؟ البنات على قفا من يشيل، أرخص من الدوم، شوف السمرة والشقرة، الطويلة والقصيرة، الرفيعة والتخينة. إيه؟ عينيك راحت فين؟ حلوة يا شفيقة؟ أوي أوي، يعني النمس، إزاي هو تلقط البنت الحلوة دي؟ ما بس بقى، بلاش قلة أدب. نعم يا أخويا. يلا 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 بلاش لعب عيال. انا مش عايز، انا اخو اللي بتقلي ادبكم عليها. حضرتك اخوها؟ ايوه. يا سلام ابوسك. حلو قوي. احلام صديقتي. اهلا وسهلا، تعالي بقى ما اعرفك بقيه الشله. اهلا يا احلام. اهلا. ازيك يا احلام؟ وحشتيني يا احلام. ميرسي قوي. انا مش قادره اصدق يا احلام انك قعدتي في البيت، مصيركم كلكم تقعدوا في البيت. تصوروا اني احلام بتطبخ دلوقتي كمان وبتقشري بصل. وبتغسلي وبردع كمان. احلام احلام تعالي تعالي يلا بينا نروح. ليه مالك؟ في هنا شاب قليل الادب. ده اللي بيضحك؟ لا اللي جنبه. عمل ايه؟ بصلك وقال قال انك حلوه. والله يا عالم انت بتضحكي له؟ ما ضحكتلوش. لا ضحكتي له، انت بتستغفليني. في ايه يا احلام؟ ايوه قولي لها في ايه؟ قول لها انت. في ايه يا سامي؟ الشاب اللي هناك ده من ساعه ما شاف اختي احلام ما رفعش عينه من عليها. معذور؟ معذور؟ لا مش كده، الحق عليا انا اللي ما عرفتكوش ببعض. جلال تعال. جلال ابن خالتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. موظف في الدرجه السادسه وهياخد الخمسه السنه دي، واجمل ما فيه انه مش متجوز. كيف
كفايه كلام عني بقى وكلميني عن صاحبتك. احلام زميلتي من ايام الدراسه، واول ما خلصت قعدت في البيت. احسن. الله، مالكم مكسوفين كده ليه؟ ان شاء الله بينا احسن نروح. الله، ما لسه بدري، اقعدوا شويه. لا احنا اتاخرنا قوي. معلش، عن اذنكم. مع السلامه. انست. احلام قولي لي، ايه رايك في جلال؟ دمه تقيل قوي. عيب يا سامي. الله، ايه؟ طمني، وصلت معاها لايه؟ لا ده باين العصفور وقع في الفخ. مفيش كلام. ايه، هتقابلها فين؟ في بيتها. يا نهار اسود، مش معقول البنت الساهيه دي يطلع منها كل ده. اروح لها معايا. ماما. ماما؟ ايوه. يا عالم، حد في الدنيا ياخد ميعاد من واحده يروح لها صاحب معاه امه؟ امك دخلها ايه في الموضوع؟ تعالى يا بابا، تعالى تعالى، ما تخافش. ما تعرفوش بيت الاستاذ حسين مرزوق فين؟ انت عايز بابا؟ بابا؟ اه. انت اسمك ايه؟ منير. منير؟ هو انتوا تدوا فنجاننا؟ ايوه، بيتنا اهو. نبيل. نعم يا ماما. شوفي كده، خط الشراب معدول. اه، معدول خالص. طب واللي ما كانش معدول فيها ايه؟ انت عارفه ان الست مقامها في شرابها. طب واللي من غير شراب؟ يبقى ملهاش مقام. كده؟ على كده بقى يا ست ماما، انتوا لازم تجيبوا لي شرابات نايرو. يا روح ماما، انا عايز اعرف اللي جاب اللوح اللي في خطوبه فايزه كان هياكل رجلين احلام بعينيه. قصدك جلال يعني؟ هو جلال يعني؟ ومش هيعتب باب بيتنا، انا همنعه انه يدخل. امشي ادخل شنطتك وما تخرجش منها ابدا، انت فاهم؟ هو الواحد مش عارف يمشي كلمته في البيت ده. وانتي روحي ادي بلوستك الجديده لاحلام. بلوستي؟ لا يا ست، انا ما حدش يلبس حاجتي، انا هلبسها وقابل بيها الضيوف. ضيوف مين؟ انت مش هتشوفي الضيوف، الضيوف مش جايه عشانك. امال جايه لمين؟ لاحلام. مش معنى يعني جايه الاحلام؟ مش شغلك. امشي نايمه يا هاله في سريرها واجري اغسل الفاكهه، انت فاهمه؟ يا تكر كده وانت واقفه زي البجم. يا حسين، وانا بتاعت فاكهه انا. حسين. اه، شهل بقى، احسن الضيوف وصلوا تحت وطالعين. يا ست روحي قابليهم انت، مش ضيوفك ضيوف بناتك. دول جايين يقابلوك انت يا اخي. ايه؟ جايين يقابلون انا؟ اه، عشان يخطبوا منك احلام. ايه؟ مين قال الكلام ده؟ سامي قال لي انه في خطوبه فايزه جلال كان هياكل رجلين احلام بعينيه، وتاني يوم هما طلبوا يقابلونه. يبقى ايه؟ ايوه صحيح، يبقى ايه؟ يبقى انت راجل البيت، روح قابلهم. صحيح في البيت ده انا عارف ياكل ولا يشرب ولا يحلق. وبعدين بقى يا سامي، يا سامي. نعم يا بابا. تعالى يا بتفتح الباب للضيوف لما كمل حلاق الدهني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا لا لا، هنا. طيب. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا سامي؟ ازيك يا طب. اهلا وسهلا. احلام، صحيح يا حبيبتي الضيوف وصلوا. حاضر. الله، فين الطعم الكورو اللي كان هنا؟ مش عارفه، انا افتكرتك لبستيه. لبسته ايه؟ لازم العفاريت شالوه من هنا. هاتي لبسك عفريت انت اخرى. اوعي. طب خدي روحي البسي. هو مش عشانك يا ماما؟ عشان مين يا روحي؟ عشانك انت، النهارده يومك انت. تعال هنا. رايح فين؟ هروح المطبخ عشان امشي اقعد مع الضيوف. خد كل حاجه. يا سوسن، سوسن. نعم يا ماما. هاتي لي صباع الرز من الاوضه. يوه، انا عارفه ان انت طلبت جوه كتير كده ليه؟ عشان مين يا روجة؟ عشانك يا روحي، انا عايزاك النهارده تزغللي عينين الضيوف. الا جلال بيشتغل ايه؟ مهندس وزاره الصناعه. يا ترى بياخد كام؟ هو في الدرجه الخامسه يا ماما. الله، انت عارفه كل حاجه اهو. ربنا يهنيك يا بنتي ويجعله من اسمتك يا رب. صباع الرز اهو. ايوه انت لسه هنا يا شيخ؟ روح قابل الضيوف. طيب يا اخي، الكرباطه بتاعتي فين؟ ما اعرفش راحت فين. شوف راح بابا عليها. يا شيخ اوعيني السكتي انت اخرى. اخت عليك يا نبيله، خدتيني. قولي لي، الضيوف اللي جوه دول جايين ليه؟ انا عارفه بس ريحتك
لبسك، لمعان عينيكي بيقولوا انك تعرفي. انت لم ده كده ليه؟ انت ما بتتعبيش من الكلام؟ لا ما بتعبش من الكلام. طب اهو. اهلا وسهلا. طابت احلام. اهلا وسهلا. اهلا ابني جلال. اهلا وسهلا. مامته. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل يا هانم. اتفضل. اتفضل. اهلا وسهلا. ايه قلة الأدب دي؟ بتضحكوا على ايه؟ ايه؟ ما نضحكش؟ لا ما تضحكيش. هو حكم قرقوش السامي؟ ايوه حكم قرقوش، وإن ضحكتي هقطم رقبتي. خس. ليه يا شيخ؟ ايه الدوشة والزيطة اللي انتوا عاملينها دي؟ ما حدش مال عينه يا بابا. أبدا يا بابا، دي اللي مش عاملة حساب لحد أبدا. بس أحلام. نعم. روحي قدمي الفاكهة للضيوف. أحلام. وأحلام تخش بالفاكهة ليه؟ أنا اللي هدخل بيها. امشي ولا تتكرم قدامي، يلا. ولد. تعالى هنا. اللي انت لابسه ده حتى الكرامات ما تحتهاش. وعامل ايه يا بابا؟ اذا كان ما عنديش جافطات البس، اديني 50 قرش اشتري بيها جافطات. 50 قرش في عينك، انا لا اوكلكم لما هجيب لكم كرامات. يلا بشوف اخوك ما جابش الطوطه ليه؟ امشي. بابا. ايه عايز ايه؟ عايز اسمع موز. الموز ده تدوب بس يا ولد، اوعى امشي من وشي. الله يحفظكم. اهلا وسهلا. احلام بنتي. اهلا اهلا اهلا. ايه الحلاوه دي كلها؟ اهلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خش سلمي على عريسك. شوفي بقى، حطي الفاكهه هنا يا جلال يا ابني، ريح ايدك. عرفت اختار عروسه حلوه ولا لا لجلال؟ اهلا وسهلا. اهلا وحسين مرزوق. اهلا وسهلا. تشرفنا تشرفنا. مصطفى علوان. فرصه سعيده جدا. جلال ابني. بسم الله ما شاء الله، ازيك يا ابني؟ اهلا وسهلا. الست. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ست ام فايزه طبعا. انتم ايوه طبعا. مبروك يا ستي على فايزه. الله يبارك فيك، عقبال ما نفرح بعروستك. في حياتك ان شاء الله. يا جلجل تتكلم انت ولا اتكلم انا؟ حكم صبان لي يمد عينيهم مفتحه قوي. لا اتكلم انت يا بابا. ده انا فاكر يوم ما رحت مع والدي عشان كتب الكتاب بتاعي بقى سنان التكتك وطلع انا اتخبط. شوف بقى يا استاذ حسين، ابن جلال قدامي طيب ومستقيم جدا، لكن من ورايا انا مش عارف هو بيعمل ايه. الله. وانا مش عايز الاقي الشك. هو يا سيدي طالب ايد بنتك احلام. احلام دي بنتنا وحبيبتنا كلنا، المهم يكون جلال عجبكم ويكون له اسم ان شاء الله ونصيب. والله يا ست ام فايزه ده شرف كبير جدا علشان. استغفر الله استغفر الله، ده الجواز ده اسمه ونصيب. يا ايه الادب، رجع في بعض. كلنا عندنا عيال. ايوه يا فندم، بس مش بالشكل ده. ربنا يخليك ربنا يحمي. اعوذ بالله. اتفضلي يا ستي، قولي لستك كتر خيرك نخدمها في الافراح. ماما ماما تشوف اكل الموز كله. شش عيب وطي صوتك. بابايا يا زينب، ده سايبه تدوب واحده هنا. اعمل لهم الشاي. طيب شد حيلك شويه. قولي. قالوا لك ايه؟ طبعا انت عارفه. خطبوا احلام. اتخطبت. يعني احلام بقت عروس. يا اختي بقت عروس. ايه بس؟ مش عارفه ان كل بنت مسيرها في يوم من الايام تسيب بيت ابوها وتروح لبيت جوزها. انا مش بعيط على كده. امال بتعيط على ايه يا اختي؟ بعيط ان بقى لي بنت وهتتجوز. الله الله الله، احنا رجعنا في كلامنا بقى، مش قلنا ان عمرنا ما هنعجز؟ هتقول لهم ايه؟ والله ايه؟ اروح اقول لهم يدوني فرصه يوم ولا اتنين لغايه بس ما نسال على الجدع نشوف نهيته واخلاقه. احنا هنرمي البنت يعني كده؟ طوالي مش معقول. قولي فين احلام؟ فاضت. احلام. بابا احلام. انت قاعده لوحدك ليه يا بنتي؟ انت عارفه الجماعه دول جايين علشان ايه؟ على كل حال انا مش هجيب اي كلمه الا لما اسمع رايك. كده؟ طيب انا رايح اقول لهم انك موافقه. انا يا بابا؟ لا انا.
مبروك أحلام. ميرسي قوي تاني. عقبال ما تبارك لنا كمان. خاصي. الله. بابا مرق مطوش بكده ليه؟ كتبت الموز كله. ايه؟ طب خد يا سيدي واحده علشان ما تزعلش. ولد ايه ده؟ ايش يعني الادب؟ اتفضل. متشكر يا هاني. العفو. اتفضل. عنك انت. ده بما انا عارفه العفاريت دول ما بيشبعوش ابدا، ده 10 جنيه كل شهر عشان الفاكهه بس. احنا بقالنا كتير ما كناش موز. ولد امشي امشي جرب. ايه ده؟ صحتيها ليه؟ ما هي للرحلة لوحدها يا ماما. طب يلا 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 نروح. والنبي يا زينب يا اختي كفايه عليك عيال بقى، ربنا يخلي لك دول. ليه يا اختي بقى؟ هو انا عجزت ولا عشان بنتي هتتجوز؟ والنبي مالكي عليا حلفان، ده انا مخلفه احلام وانا عندي 11 سنه. 11 سنه؟ اه. امال امال في الحقيقه انت صغيره خالص يا حماتي، اللي يشوفك مش ممكن يصدق انك مخلفه احلام. اوعى يا جلال تفتكر ان انا زي بقيه الحموات، والنبي انا قلبي اتفتح لك اول ما شفتك. القلوب عند بعضها يا حماتي. هنيالك يا سيدي بحماتك، هنيالك راضي عنك خالص. الحمد لله على السلامة يا سمران، إيه اللي أخرك كده؟ أم الضيوف راحوا فين؟ مشوا طبعًا، أظن هيستنوك لغاية دلوقتي. ها؟ ده أنا دخت، لفيت كل المحلات لما لقيت نفسك رخيصة. تعالى يا ولاد يلا. الله الله. بس استنوا بس لما أعيط. إيه عليكم؟ بس مالكوا عاملين زي المزاغيب كده ليه؟ خلوا حتة لأبوك. يا أخي سيبيهم ياكلوا بالهنا والشفا. يا ساتر، ده كأنهم عمرهم ما شافوا تورته. اجيب لك يا انتي كمان حته تورته، ولا اقول لك اجيب لك عريس احسن؟ والله بقى عندنا بنات وهيتجوزوا. يا حسين. الله يا زينب. اسم انا عايزه فرح احلام يبقى احسن من فرح فايزه. فايزه؟ الله، واحنا مالنا يا ستي ومال الناس؟ فايزه دي ابوها الراجل غني حرب، انما انا راجل موظف على قد حالاتي. يعني لو كنت سبت احلام تشتغل زي بقيه البنات مش كانت سعادتك دلوقتي؟ بالنبي فضينا من دي سيره يا زينب، معين هو ربنا. خدي بنتك. طيب يا خلود. حد حاجه انا مش زي وزبت دي عماله اكلها. بص اضرب شلل كفايه. بص هلا نامت على صوت كمان الدماغ. يا اخويا بلا كمان بلا وجع دماغ، قول لي هتعمل ايه في حكايه احلام؟ الله ما انا عارف، الولد كويس، البنت راضيه. انت خدت رايها؟ طبعا، انت لما جيتي تتجوزي مش اخذوا رايك؟ يوميها قالوا لي انك جاي تخطبني، فدورت وشي الناحيه التانية، قال ايه مكسوف، لكن بيني وبينك كنت فرحان. اهي بنتك عملت كده. طبعا كل بنت بتتخطب بتفرح وبتحس ان ليها قيمه، خصوصا لما راجل يجي يطلب. بذمتك يا زين عملتي ايه لما عرفت ان في راجل جاي يطلب؟ كنت حتير من الفرح، رغم اني كنت ما اعرفكش، كنت غريب عني حقيقي. الحب ما بيجيش غير بالعشره. الله، احنا مالنا اللي لقي سرحنا في نفسنا ونسينا البيت؟ ما انت اللي سرحت. حسين يخصوا عليك العيال كبروا. حسين لا حسين بتعملوا ايه؟ جاوب. ها؟ انتوا بتعملوا ايه؟ بحط لها اطرف عينيها. وانا كمان عايز اطرف عيني. جاوبي. يلا بلاش ده العمارق، روح نام في السرير. لا انا نام مع بابا. امري لله يا سيدي، نام. يا اخواتي هو الواحد ما يعرفش يرتاح في البيت ده ابدا؟ ماما شفت لك اطرف عينيكي؟ ها؟ حبيبي يا تعالي روح. انا ايه ده؟ في قبيله تعبت؟ لا
نشأ عن طرف نشدات عبدا أسود نبيلة مملوكا لأبيه يعني نبيلة يعيش كما يعيش العبيد لا يمارس شيئا من أمور السيادة والشرف إذا لم يكن من حقه أن يمارس شيئا منه وكان أفندي اقفل لا ورايا مذاكرة واقفلي الباب وهتنام إزاي وأنت عينيك مبحلقة كده مش جاي لي نوم وإذا نطفي النور ليه النور بيقطع حبل أفكاري حبل إيه يا أختي حبل أفكارك هي الأفكار كمان ليها حبل لما تكبري هتفهم اوه كل حاجة ما تكبري ما تكبري انا ما بقتش صغيرة ست احلام طب يلا روحي ذاكري مراد مراد عارف عارف اقفل الباب مش كده لا 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 تعالى عايز اسمع لحن جميل لحن هادي لا انت جار العقلك حاجة الليلة دي انا مش ممكن ابدا اقعد معاكي في اوضة واحدة اوعى انت كمان انت عايز تسمع حاجة صحيح عايز اسمع انغام سحرية عايز اسمع صوت الملايكة وهتدفع كام خمسة سيخ خمسة معاك للصبح وكانت قبيلة عبس تغيرها من قضاء العرب في الجاهلية تغير على غيرها من القضاء نعم يا عادل يا جماعة صباح الخير يا مدمازيل صباح أفندي مرقص أفندي صباح الخير أيوة جاي لك أهو صباح الخير يا حسين عملت لي إيه في الموضوع اللي كلمتك عليه يو مش لما نشرب القهوة ونحبس بسجارة ونعدل دماغنا اتفضل يا سيدي هادي السجارة يا سليمان هات هنا واحد مظبوط أوام لمرقص أفندي طمني يا أوام طمني شوف يا سيدي العريس من مواليد باب الشعرية وحاصل على بكالوريوس الهندسة سنة 1952 مش ده المهم انا عاوز اعرف المهم اوان الدرجة يعني ايوه الدرجة يا سيدي السادسة وعلى وش الخامسة عالي وايه كمان انا سألت عنه في الدوام قالوا لي عنه شاب طيب واخلاقه كويسة قوي بس ايه بس ايه بيقولوا عنه قفل شويه قفل قفل هو ده المطلوب يا مرقص افندي طب ايدك بقى على الحلاوه ما دام ده المطلوب والله ما انا عارف هجهز البنت ازاي انت عملت ايه في استبدال المعاش بتاعك المعاش يا مرقص افندي من حق الاولاد خساره يتبعزق